الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى الأشياء المهمة التي يحتاج إليها جميع الآباء وتحتاج إليها جميع الأمهات، الوعي التربوي. الوعي يتنوع إلى أنواع، هنالك وعي سياسي، وهنالك وعي اقتصادي، وهنالك وعي اجتماعي، وهنالك وعي صحي، هنالك جامع مشترك يجمع بين جميع أنواع الوعي، وهذا الجامع هو ما أشار إليه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين قال: العلم مصباح العقل. إذا دخلتم بيتا مظلما، أول ما تحتاجون إليه هو المصباح. إذا ماكو هنالك مصباح، واحد لا يعلم إلى أين يتجه. إذا واحد يسير في طريق ولا يوجد هنالك ضوء، لا يعلم إن هذه الخطوة التي يخطوها إلى أين تنتهي به. يمكن عندما رفع قدمه ووضع قدمه كانت هنالك حفرة أمامه فسقط في هذه الحفرة. الإنسان يحتاج إلى المصباح ويحتاج إلى النور في الأمور المادية. الأمور المعنوية أيضا بحاجة إلى مصباح. ما هو ذلك المصباح؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن ذلك المصباح هو العلم. العلم مصباح العقل. وهنالك حديث آخر مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول في هذا الحديث: العلم فضل على المال بسبع. هنالك سبعة امتيازات للعلم على المال. واحدة من هذه الامتيازات أن المال يحتاج إلى حافظ. هؤلاء الذين لديهم أموال دائما يعيشون في حالة قلق وفي حالة اضطراب، وهذا من آثار الدنيا، يعني كل شعبة من شعب الدنيا تعلق القلب بها يوجب القلق والاضطراب. احنا بالليل ننام مرتاحين، ما عندنا مشكلة، ولكن الغني يفكر ان لا يصعد الذهب، ان لا ينخفض الذهب، ان لا يخسر في سوق البورصة، ان لا يأتي هنالك اللص يستولي على امواله. العلم يحرس صاحبه ويحفظ صاحبه،
ولكن المال صاحبه يجب أن يحفظه، لازم يبذل من وقته وجهده وأعصابه لحفظ هذا المال. فالمال يحتاج إلى حفظ، ولكن العلم هو الذي يحفظ صاحبه. الإنسان العالم في أي بعد من أبعاد العلم كان، العلم الوعي قلنا له أبعاد، في أي بعد من الأبعاد كان العلم يحفظ صاحبه في ذلك البعد. إذا واحد عنده وعي اقتصادي ما يخسر لأنه منتبه، لا يدخل في سوق المناخ وعنده ثروة طائلة ويخرج وهو صفر اليدين. هؤلاء الذين خرجوا وهم صفر اليدين وعيهم الاقتصادي كان ضعيف. إذن الذي له وعي اقتصادي وعيه وعلمه يحفظه في المجال الاقتصادي، اللي عنده وعي صحي، كثير من الأفراد غير ملتفتين، لا يعلم أن أي مقدمة تؤدي إلى أي نتيجة. ربما فتشي عادي يحدث، إذا واحد ما عنده وعي صحي ربما ينتهي إلى موته. أحد الإخوة قبل أيام نقل لي أن والده أبوه كانت تخرج الدماء من لثته، دم شو عادي، خب من اللثة واحد يخرج دم، هذا عادي لمن؟ لمن لا وعي عنده، الوعي الطبي. ولكن ربما هذا يكون دليل على شيء خطر، ليش هذا الدم دا يخرج من اللثة؟ يقول بعد فترة راجع أحد الأطباء في بلد ثاني، الطبيب قال إذا شوية كنت متأخر أمرك كان منتهي، لأن هذا خروج الدم من اللثة في بعض الأحيان دليل على اختلال عمل الكبد، إذا شوية كنت متأخر كنت منتهية، والآن يجب أن ترتاح سنة كاملة حتى صلاة الجماعة لا تروح، لأن صلاة الجماعة تأذيك، هو هذا الجهد يؤذيك سنة كاملة لأن شوية تأخرت. فالوعي الاقتصادي يحفظ الإنسان في المجال الاقتصادي، الوعي الصحي يحفظ الإنسان في المجال الصحي، الوعي الاجتماعي يحفظ الإنسان في المجال الاجتماعي، الوعي الديني يحفظ الإنسان في المجال الديني، الوعي التربوي وهو موضوع حديثنا أيضا يحفظ الإنسان في المجال التربوي. التربية تحتاج إلى وعي معين. إحنا مع الأسف نتصور أنه فقط نحتاج إلى الوعي وإلى العلم وإلى المعرفة عندما أطفالنا يتمرضون. طفل عندما تمرض نحتاج إلى المعرفة نأخذه إلى الطبيب، لا، التربية كل كلمة كل موقف كل حركة كل تصرف يحتاج إلى علم. واحد ميت ما كان يتصرف تصرف عشوائي، هؤلاء الأطفال أمانة بأيدينا، أولادنا أمانة من الله سبحانه وتعالى بأيدينا، أنا ماذا أعمل، كيف أتصرف، أعاقب الطفل، هذا زين لو مو زين، هذا يبتني على معادلة علمية. أكو طفل مشاكس في البيت، أنا ماذا أعمل، أنا الأب، الأم ماذا تعمل؟ ما يمكن واحد بكيفه، واحد يقول يجب أن نعاقبه، وهذه العقوبة تؤدي غرضك أو تؤدي ضد الغرض.
ياهو منهم. هذا يبتني على معادلة علم. إذا واحد ما عنده وعي تربوي، واحد يضرب أولاده، واحد يرخي العنان لأولاده، وقد يكون هذا خطأ وذاك خطأ أيضا. أكو الآن كتب علمية مكتوبة حول الطفل المشاكس. طفل يعاند في البيت، ليش هذا يعاند؟ ما هو هدفه من هذا العناد؟ الطفل أحيانا يكون هادف في عناد. إذا واحد ما عنده وعي تربوي، إذا الأب كان جاهل، إذا الأم كانت جاهلة، شنو معناته؟ معناته يتخبطون في حياته. مثل واحد يمشي في طريق جبلي في سيارته بلا نور، مصابيح السيارة مطفأة، هذا وين دا يروح مو معلوم، يمكن بعد لحظات يوقع بالهو. فحقيقة إحدى الأشياء الضرورية لنا جميعا كلنا، احنا بالنتيجة عندنا اولاد، عندنا بنات، عندنا احفاد، حتى الاجداد عندهم احفاد، حتى الذين لا اولاد لهم عندهم اخوة في البيت، كيف يتعاملون مع هؤلاء الاخوة؟ هذا التعامل كله يبتني على معادلات علمية معقدة. فإذا واحد ما كان عنده هذا الوعي يتخبط، شنو النتيجة؟ النتيجة واحد من الآباء يقول لي قبل أيام ابني لا يصلي، يقول كل ما أقول، كل ما أعظ، كل ما أنصح ما يفهم. ليش هذا؟ النتيجة أن إحدى الأمهات كانت تقول قبل فترة بنتي لا تتحجب، كل ما أقول لها تحجبي ما تتحجب، هذه هي النتيجة. النتيجة قبل فترة أحد الآباء ابنه مات ودعونا إلى صلاة الميت عليه، وكنا نعرفه من قديم، كان شاب متدين، ورحنا والأب جدا كان مضطرب ويبكي. ثم تبين أنه هذا الابن اللي في يوم من الأيام كان هنا كان معروف مات بجرعة إضافية، جرعة، هذا البلاء اللي الآن دا ينتشر في بلادنا، جرعة إضافية تناولها ومات راح. يعني واحد لا يقول أنه شنو أثر هذا، الأثر هو هنا ابن لا يصلي، بنت لا تتحجب، شاب يموت بجرعة إضافية، فتاة تفر من البيت، إلى آخر هذه القائمة. هذا في الواقع يحتاج إلى برنامج، برنامج واحد يضعه في حياته أن يقرأ هذه الكتب. ننتقل إلى الفصل الثاني في حديثنا. الفصل الثاني، ما هي مجالات الوعي التربوي؟ الوعي التربوي فيه مجالات، فيه أبعاد. الإنسان يجب أن يهتم بهذه الأبعاد جميعا. البعد الأول، بعد السلامة الجسدية. الطفل، الابن، البنت، كيف يكونون سالمين؟ هذا شيء مهم. في الآية الكريمة في قضية يحيى الله تعالى يقول وسلام عليه يوم ولد
ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وفي قضية عيسى الله تعالى يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. المفسرون يقولون هذه أيام ثلاثة مصيرية. اليوم الأول يوم الولادة، إذا الطفل ولد سليما سلام عليه، السلامة من الآفات الجسدية والروحية، هذا عمر يبقى سليما، إلا إذا تجي آفة بعد الآفات واحد ميت ما كان يتحكم فيه. أما إذا الطفل ولد معوق هذا يعيش 80 عام معوق، فهذا جدا مهم. اليوم الثاني ويوم يموت، إذا الإنسان قبض سليما ما يعاني من مشكلة، يعيش حياته البرزخية كم سنة ما ندري، 1,000,000 عام، 1,000,000 يوم، أكثر أقل. الآن أمواتنا كم سنة تحت التراب؟ 1,000 سنة، 100 سنة، 20 سنة، إلى أشقد يبقون تحت التراب؟ يمكن يبقون 10 مليارات عام، ما ندري. هذا يوم مهم أن الإنسان عندما يموت ماكو إشكال عليه، يقال له نوم نومة العروس، ارتاح. ويوم يموت. اليوم الثالث اللي هو أخطر الأيام، ويوم يبعث حيا، في قضية يحيى، ويوم أبعث حيا في قضية عيسى. إذا واحد يوم القيامة عندما حشر ونشر كان سالما، بعد يعيش إلى النهاية وهو سالم. هذه أيام ثلاثة مهمة. فإذا هذه قضية مهمة، قضية السلامة الجسدية. الدين ما اجى فقط للآخرة، اجى للدنيا أيضا. هذه القضايا مهمة، في أحاديثنا روايات كثيرة قبل الولادة بعد الولادة ترتبط أنه هذا الطفل كيف نجعله سالما، وهذه قضية مهمة. أنا أشير إشارات إلى بعض الأشياء المذكورة في الروايات الكريمة، طبعا إشارة بلا تفصيل، التفصيل إذا واحد يحب يراجع كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، في كتاب النكاح، يراجع كتاب المستدرك، يراجع كتاب البحار، موجودة الروايات في الوسائل والمستدرك. أشياء في الروايات أذكرها بشكل مختصر، بعض هذه الأشياء ترتبط بالتوقيت، بعض هذه الأشياء ترتبط بالوضع، بعض هذه الأشياء ترتبط بالحالة، بعض هذه الأشياء ترتبط بالمكان، موجودة في الروايات. في بعض الروايات إن بعض الأشياء راجعوا تفصيلها، إذا عملها الأب والأم الولد يكون مشوها، وأكو ذيل للرواية، ربما يكون تفسير وربما يكون تأسيس. على كل حال تشوه، طفل يولد مشوه، الطفل المشوه يعيش 80 عام في عناء. ما أقول كل طفل مشوه هذا سببه، أسباب كثيرة. حتى العلم الآن مكتشف بعض الأشياء اللي تؤدي إلى تشوه الأطفال،
هاي من جنى على هذا الطفل؟ أبو أمه. الآن من الناحية العلمية ثابت أن الحبوب المهدئة بعض أنواعها تؤدي إلى تشوه الطفل، الطفل يكون مشوه. الطفل المشوه يعني يعيش 80 عام في عناء، في أذية، هو متأذي، الذين حوله متأذين، زوجته متأذية، أولاده متأذين. ليش؟ لجناية أبي، لجناية أمه. هذا ما يستحق الالتفات حقيقة. واحد شوية يطالع، يطالع كتب الأحاديث، الفقهاء ذكروا هذه الأشياء. الطفل يكون مشوها إذا ما راعى الأبوان بعض الأشياء. واحد، اثنين، بعض الأشياء إذا الأبوان لم يراعوها الطفل يكون أحول، حول في العين. ثالثا، الأبوان إذا ما يراعون بعض الأشياء الطفل يتخوف عليه الخبل، يعني يكون مجنون. رابعا، الأبوان إذا ما يراعون بعض الأشياء الجذام، هذا كله في الروايات أكو، يسرع إليها وإلى ولدها. الجذام هذا مرض إذا ابتلي به الإنسان والعياذ بالله، أولا هذا مرض معدي، في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. والشيء الثاني أنه يتساقط اللحم، هذا اللحم يتساقط، من الأمراض الخطيرة. فشي غفلة بسيطة عن شيء موجود في الرواية، فإن الجذام يسرع إليها وإلى ولدها. الشيء الآخر، وأنا شايف بعض الأفراد يعانون من هذا، وإذا كانوا موجودين ما كنت أذكر، يقول أنه في الرواية إذا فعل الأبوان هذا الشيء عسى أن يكون للطفل 6 أصابع أو 4 أصابع. طفل يعيش حياته بـ4 أصابع أو 6 أصابع تشوه، خصوصا إذا تكون هاي بنية. طبعا إذا واحد مؤمن، المؤمن هو يرضى بقضاء الله، المؤمن بقوة إيمانه يقهر التعويق، هذه لا بأس النقطة أن نذكرها. هو أكو أفراد معوقين في المجتمع في جهة من الجهة، المؤمن بإيمانه يقهر التعويض، ولكن ما دام الأبوان يتمكنان أن يحولا. الأئمة صلوات الله عليهم في بعض الروايات عن بعض الأئمة صلوات الله عليهم عندما كان يولد لهم مولود كانوا يسألون سالم أو لا، هذا أول سؤال، ما كانوا يسألون أنه ذكر أو أنثى مثل ما إحنا نسأل ولد لو بني، لا، سالم لو مو سالم. فإذا كان سالما على ما أتذكر شكر الله أو سجدوا شكرا لله، هذا موجود في الرواية. ما دام الأب والأم يتمكنان لماذا لا يفعلان؟ أكو عاهة معينة ما أذكرها الآن، تقرير عالمي يقول في العالم الثالث، ما أذكرها لمحذور، يصاب بهذه العاهة في عالمنا، إحنا العالم الثالث، العالم المتخلف، 50 مليون طفل في كل عام. دول أطفال منه؟ دول أطفال. 50 مليون طفل في كل عام يصابون بهذه العاهة، والسبب في ذلك اختلال البرنامج الغذائي. الأب والأم عندما يكونون جاهلين ما يعرفون شنو يعطى لهذا الطفل، هذا الطعام اللي دا أعطيه للطفل شنو دا أعطيه لهذا الطفل، ما يدرون.
المهم أن يأكل طيب. شنو ده يأكل هذا؟ هذا زين إله لو مو زين إله؟ إلى أين يؤدي به هذا الطعام؟ ما يدرون، ما يطالعون، لا الأب يطالع ولا الأم تطالع. الأب يتصور أنه فقط وظيفته يطي مال لأطفال، لا، هذا الطعام الذي أعطيه للطفل. شنو هذا الطعام؟ وبالذات الأمهات، الأمهات مسؤوليتهم ربما تكون أكثر في هذا الميدان. الطعام اللي يطون، نوعية الطعام، هذه الأكلات الجديدة، على أثر غفلة بسيطة 50 مليون طفل في العالم الثالث يصابون بهذه العاهة كل عام. هذه الأشياء، هذا البعد، بعد السلامة الجسدية يحتاج إلى وعي. الوعي بشعبتين، شعبة ما ذكر في الأخبار والروايات، واحد يراجع كتاب الوسائل، كتاب المستدرك، كتب الفقهاء، ويراجع أيضا الكتب الجديدة. ذاكرين هاي الأشياء بعضها، يعني العلماء الآن اكتشفوا بعض الارتباطات بين بعض المقدمات وبعض النتائج. هذا المجال الأول. المجال الثاني من مجالات الوعي التربوي، مجال السلامة النفسية. الطفل لا يكون معقد. هؤلاء الجنات المجرمون ليش يكونون هذا؟ عادة لأنه عنده عقدة نفسية، عقدة نفسية يعني. وهذا الطفل كيف ينمو سالما من الناحية النفسية؟ طغاة التاريخ كلهم كانوا معقدين من الناحية النفسية، عنده عقدة، دا ينتقم لهذه العقدة بهذه الطريقة. الآن ليش نروح على طغاة التاريخ؟ نجي إلنا، ولد وبنت يتزوجان، بعد 6 شهور يطلق الرجل زوجته، ليش؟ لأن هذه المرأة أو هذا الرجل في كثير من الأحيان عنده عقدة من العقد النفسي، عنده اختلال. الإنسان إذا متوازن، رجل يعيش ويا مرته، المرأة تعيش ويا رجل. أما إذا هذا التوازن اختل، التوازن النفسي، الإنسان يكون مريض وهو لا يعلم. إحنا كثير مننا نتصور أننا أصحاء من الناحية النفسية، كثير من الناس مرضى، مرض، مرض نفسي، ما يقدر هذا الرجل، ما يقدر يعيش ويا هاي المرأة، المرأة ما تتمكن تعيش ويا هذا الرجل. إما أن يعيش معها سنوات طويلة كل في حالة قلق واضطراب وكآبة، وإما أحدهما ينفصل عن الآخر. هذه جناية الآباء والأمهات. هذا البعد الثاني الذي يحتاج إلى وعي. ما عندنا وقت بعد منفصل. وفي الروايات تأكيد كبير على هذه الناحية، كيف نربي الطفل سليما وسويا من الناحية النفسية. البعد الثالث، بعد السلامة الدينية، السلامة الجسدية، السلامة النفسية، السلامة الدينية. هذا أيضا يحتاج إلى عناية. إحنا نذكر رواية واحدة ونختم بها الحديث. يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه في رواية: وكان أبي كثير الذكر، يذكر الله كثيرا، كل شيء إلى حد إلا الذكر ما إلى حد. كل ما واحد يذكر الله تعالى أكثر أكو مجال.
وكان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله. في حالة المشي قلنا أن الذكر ما يحتاج إلى وقت كثيرا، ما واحد بالمشي يذكر الله تعالى. وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله. أنا شفت واحد من المؤمنين قبل كل لقمة يقول بسم الله، وبعد كل لقمة يقول الحمد لله، يذكر الله في حالة الطعام. ولقد كان يحدث القوم، الإمام الباقر صلوات الله عليه، وما يشغله ذلك عن ذكر الله. حتى في أثناء الحديث ويا القوم يتحدث، يمكن يكون معنى الجملة هذه أو هذا. فالطرف عندما يتكلم يبدأ الطرف بالحديث، الإمام كان يذكر الله تعالى. وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول لا إله إلا الله. الحنك داخل الفم الأعلى منه، هذا يقال له الحنك. كنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول لا إله إلا الله، لأن واحد عندما يتلفظ حرف اللام اللسان يرتفع إلى الحنك ليفوق. وكلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة فيها كلمة لا اللام كثيرا، 6 مرات تتكرر فيها حرف اللام بما فيها اللام المدغم. ولا تبدو عند النطق، يعني إذا واحد يريد لتشوب شائبة رياء مثلا أمام الآخرين يقول لا إله إلا الله، ما يتبين، لأن لا إله إلا الله غالب حروفها مو شفوية فما تتبين على الشفاء. وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول لا إله إلا الله. والإمام أولا كان قدوة عملية في البيت أمام أولاده. الأب يقول للأبناء يقرأ قرآن، هو ما يقرأ قرآن، يقرون قرآن ما يقرون قرآن. أصلا علماء النفس يقولون الإيحاء المباشر أكثر تأثيرا، أقل تأثيرا من الإيحاء غير المباشر. يعني مرة تقول لابنك اقرأ قرآن، هذا إيحاء مباشر. مرة أنت تأخذ القرآن وتقرأ القرآن أمام، هذا إيحاء غير مباشر. الإيحاء غير المباشر أكثر تأثيرا من الإيحاء المباشر. فالإمام أولا كان قدوة من الناحية العملية، ثانيا هذا الإيحاء غير المباشر، ثانيا الإيحاء المباشر. وكان يجمعنا، الظاهر عندما كانوا صغارا، فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس. أكو بعض الناس القيام لصلاة الصبح جدا صعب عليه، ليش؟ كثيرا ما يكون هذا جناية أبو أو أم، جناية هذه، يخلون الطفل ينام ساعة 3 ويقوم ساعة 12. هذا منو علم على ذلك؟ هذا أبو أم كثيرا ما يعلم. واحد يعلم أطفال، إحنا شايفين عوائل أطفالهم ما يتمكنون ينامون بعد طلوع الفجر، الطفل ما يقدر ينام يقوم نشط. هذا منو علمه؟ أبو أم علمه. طبعا مو بالعون، مو بالشدة، مو بالقسوة، مو بالخشونة. أول الليل واحد ينيم الطفل، يقومه لصلاة الصبح بالترغيب بالمكافأة. وكان يجمعنا، ظاهر يعني الأطفال، فيأمرنا بالذكر، قولوا لا إله إلا الله، قولوا الحمد لله، حتى تطلع الشمس. ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر. إذا واحد كان يقرأ يعني يعرف يقرأ قراءة القرآن، كان يقول له اقرأ قرآن. إذا واحد ما يعرف يقرأ القرآن، الإمام الباقر كان يقول له واذكر الله وقل الحمد لله. هذا هو
إيحاء المباشر، وذاك هو الإيحاء غير المباشر. الحقيقة هذه مسؤولية كبيرة ينبغي علينا من الآن أن نهتم بها. ما مضى فات، من الآن واحد إذا يبدأ ويتوكل على الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى يمده ويعينه بإذن الله. نختم حديثنا بمسألة شرعية، حيث إن اليوم العاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى. من المستحبات التي وردت الروايات حولها الأضحية، حتى أكو في الحديث أن أم سلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله أنا ما عندي مال حتى أضحي بأضحية، فقال النبي صلى الله عليه وآله اقترضي وضحي. واحد يقترض إذا ما عنده ويضحي أضحية، فإنه دين مقضي، يعني الله يقضي هذا الدين، ويغفر لصاحبها عند أول قطرة. عندما أول قطرة تنزل من الأضحية يغفر لصاحبها. هل يشترط في الأضحية صفات معينة؟ الجواب لا، لا يشترط. أي ذبيحة تكون، طبعا تكون بقرا أو إبلا أو غنما من الأنعام الثلاثة، أو معزم، المعزم ما في إشكال حسب الظاهر. أما شرط معين مو لازم أن تكون سليمة، أن لا تكون مثلا مكسورا قرنها الداخل، هاي الصفات اللي مشترطة في الهادي مو مشترطة في الأضحية، وإن كان ذلك أفضل. عن من يضحي الإنسان؟ الجواب يضحي عن نفسه وعن كل واحد واحد من عائلته، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، وعن أمواته. واحد جد ميت، جدة ميتة، أبو ميت، يضحي عنهم. إذا ما يتمكن أن يعدد في الأضحية يكفي أن يذبح أضحية واحدة عن الجميع، يعني واحد يذبح أضحية واحدة عن نفسه وأولاده وزوجته وأطفاله وأمواته يكفي ذلك، ولكن الأفضل أن يكون لكل واحد أضحية. هل يجوز لنا أن نأخذ من مال الطفل إذا الطفل عنده أموال ونذبح عنه أضحيته؟ الوالد يرى أنه ما بإشكال، يعني الطفل إذا عنده 20 دينار أنا أخذ هاي 20، أنا الأب الولي، وأشتري له خروف وأذبح هذا الخروف عن الطفل. الوالد يرى أنه لا إشكال في ذلك، بشرط أن لا يكون ذلك مضرا بالطفل، يعني مرة الطفل هذا المال يحتاج إليه لأكله لشربه لثيابه، إذا صرفناه في مجال آخر يعرى يجوع يمرض، لا، إذا لا يضره لا إشكال في ذلك. ووقت الأضحية من أول أيام العيد إلى 3 أيام، يعني اليوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر. نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.